كود فور هوب هو واحد من الايفنتس والمبادرات اللي بتقوم فيها غازا سكاي جيكس خصوصا بمناسبه شهر رفع الوعي بمرض سرطان الثدي. لهيك فكرنا انه احسن وقت ممكن يكون مناسب لهيك شيء انه احنا نعمل هاكاثون بيجمع بنات او نساء من التكنولوجيا متخصصين ويب ديفلوبمنت موبايل ديفلوبمنت زائد ديزاين يو اكس ديزاينرز بيجتمعوا كلهم مع بعض تجمعهم فكرة واحدة بحيث إنهم يساهموا بحل مشكلات تتعلق بنساء كمان موجودين في مجتمعنا فئة كتير إحنا منحبها وكتير منهتم فيها وحابين إنه نعمل إشي مختلف في هاي المناسبة بحيث إنه يطلع الأوتكم تبعنا أو الناتج تبعنا هو عبارة عن أبليكيشنز أو أشياء لها علاقة بالتكنولوجيا تحل هاي المشكلات اللي هم بيواجهوها بطريقة مختلفة. I would say إنه الأيديا لسه in very early stage بدنا كتير نشتغل عليها عشان تقدر عشان فعليا تعطي real impact والشغل عليها بده follow up سواء من الدونرز أو من Gaza Sky Geeks أو من المنتورز والكوتشز اللي هون بتمنى أشوفها حقيقة يعني مش بس تضل مجرد ideas أو platforms ما عليها users أو applications. تجربة كتير حلوة انبسطنا فيها وتعرفنا على ناس جداد وعلى خبرات جديدة أخذنا خبرة من المونيتور أكيد وشفنا أفكار جديدة كمان قدرنا إنه نوظف خبرتنا أو العلم اللي إحنا بنستفيد منه في مساعدة محاربات السرطان. سوبر جير و فيلمين